خلاص يلا، انتوا ليش واقفين هيك؟ يلا قعدوا بكفي. يلا 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 تعال اقعد جنبي. يلا اوبا دخيلوا هالاشقر. انا يعني امي خلاص مشيت؟ هي رح ترجع مرة تانية؟ بجوز ما بقى ترجع. شو بدنا نعمل هلأ؟ يعني شو بدنا نعمل؟ هلأ رح تقوموا تلبسوا تياب المدرسة، وأنا رح أقوم جهز الفطور على السريع، ورح تروحوا على المدرسة مثل العادة. يعني كل شيء رح يضل على وضعه عادي مثل ما كنا دائما. طول عمرنا عايشين بدونها، ما هيك؟ اي صحيح. اي طبعا بكفي انه نحن مع بعض منكمل حياتنا هيك، وما رح نحتاج لحدا. يلا فيكو ام البيس. يلا للاسي انت كمان. راح يتعودوا على غيابها. مثل ما صار معنا وتعودنا، هلا هيك راح يصير. ليش؟ نحن تعودنا برأيك؟